صباح الورد والياسمين على احلى متابعيني ازيكم يا مرات وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات قبل اي حاجه بنصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم في الكومنتات ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو فات يلا بينا كده نتنشط مع بعض ونقلب الاوضه ونخليها زي الفل زي ما انتم شايفين كده جايبين الادوات بتاعتنا ومعداتنا المقشه والفرشه والمساحه والسفنج وكمان القماش بتاعنا والخلطات والوصفات وكل حاجه يلا بينا يلا بينا سبت الاوضه لغايه ما بقت كلها تراب وكل حاجه فيها عايزه بصوا نظافه صدقوني كده عايزه نظافه طيب يلا بينا نبدا اول حاجه هنعمل ايه شلت كده الكيس المخده والخدديه وكنت كده هخرجهم بره وافتكرت ان انا عايزه اطلع اعمل كده المروحه الاول قبل اي حاجه لان كانت كلها تراب ما ان, إن احنا بقينا في فصل الصيف وانتم عارفين صيف يعني تراب فطبعا ايه طلعت بقى ان انا الاول بجيب كده ايه قطعه من الفوطه وببدا ان انا اطلع اشيل كل التراب بعد كده بجيب سبونجه وشويه من سيل المعين والميه وبغسلها وبعد كده بمسحها بفوطه ناشفه خلصت المروحه وشغلتها بقى قلت ابتدي بيها الاول علشان ايه اي تراب ايه ينزل منها ينزل يعني ننزل كل ترابنا اللي من فوق ينزل على ايه على تحت عودي نفسك كده لما بتيجي تروقي وبتنضفي لازم تروقي من فوق لتحت ومن جوه البر. يعني ايه من فوق لتحت يعني نبدا بالمراوح لو فوق الدولاب التكييف كده من فوق اللي الشيش بتاع اللي بتاع الشباك كلام من الكلام ده نبدا من فوق لتحت ومن جوه يعني بدل ما نبدا بالغرفه اللي على لا نبدا بالغرفه الجوانيه كده بتفضلي شقتك اكتر وقت معاكي نضيف. زي ما انتوا شايفين كده فوق التكييف بصوا تراب عايزه اقول لكم انا عملته الاول بالفرشه بعد كده جبت المساحه بتاعتي دي آه حطيت عليها آه خلطه كده ببقى حطاها في البخاخه بتاعتي بكون حطاها فيها ميه وكلوريكس الوان وكمان شويه كده من من معتر الجو شوية مية وإيه كمان وإيه كمان وشوية كده من سيل المواعين وبرجهم كويس جدا جدا وببدأ أن أنا أرش كده على المساحة وبنضب بيها أي حاجة وكمان الجواندي ده بصوا بقى الشيش بتاع الشباك بيبقى فيه كده في حتة مزانق مهما تعملي بال... بأي حاجة تلاقي فيها تراب فبصراحة الجواندي ده حلو جدا 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 وبتغسليه بصي في ثواني بيبقى زي الفل خامته زي خامه المساح. المساحه المساحه برده بقيت ارش عليها وامسك الحطان مسكت الحيطان كلها خليتها كده بتلمع وخليتها زي الفل السرير بقى مسكته الاول كده طبعا بما ان انا نفضت كده الشباك بتاعي فطبعا اكيد وقع تراب على الملايه وقع تراب كده على شباك السرير فبدات انا نفضت كده شباك السرير وكمان نفضت السرير بتاعي ندخل بقى على الكمود هنبدا برضو ان احنا ننضفه بالخلطه دي. بصي طول ما معاكي الخلطه ايه ما تشيليش هم اي حاجه <applause> كانت كده بتقلي معايا في البخاخه لان البخاخه بتاعتي ديت ايه صغنونه كده فبرش كده على المفرش وانزل بايديا على طول كده على الايه على الكمود بدات ان انا امسحه من فوق ومن الجناب ومن كل حاجه هنبدا بقى ان احنا نزقه وتعالوا بينا جنب الدولاب كده هنكنس برضو وننضف طبعا لازم ننضف تحت الكمود وكمان ننفض وننظف كده ونكنس تحت الكرسي بتاعنا عايز اقول لكم بقى ان المساحة دي انا مسميها المنقذة بتنقذني بصي عايزة تخلصي كل حاجة في ثواني يبقى تستخدميها احلى حاجة فيها بقى انها بتخش في جميع الاماكن بصي ممكن تعمليها بالطول بالعرض بصي يعني ايه بتتحرك معاكي زي ما انتي عايزه بتمشي كده على هواكي صدقيني حلوه قوي اوي قوي قوي أوي. ومن وقت للتاني بخ يعني بخلعها واغسلها وببدا ان انا اركبها تاني طب ايه اللي انا كنت حاطاة كده على السرير بتاعي ده كربوناتو رشاه كده على السرير وسبته حوالي ربع ساعه وبدات ان انا هشفطه بالمكنسه بيعقم لي بقى المراتب الكربوناتو ده بيشد الطاقه السلبيه بيشد الميكروبات بيشيل بي يعني بيشيل اي حاجه وحشه كده على السرير بما ان احنا معدش فينا صحه زي زمان يا جماعه يعني ايه يعني كنا الاول كده على طول بنطلع المراتب كده في الشمس دلوقتي بقينا نقول اي وسط اي ظهري وكلنا مش قادرين نشيل مراتب او بنطلعهم اه بس مش زي الاول فالحل بقى الوحيد ايه عشان نشيل منهم الطاقه السلبيه او الميكروب او كده نحط الكربوناتو ونعمل الحركه دي مثلا كل 15 يوم كل شهر كده يعني وخاصة في, فصل الشتاء برضو بتنفع معاك آه بعد ما شديت بقى كل اللي كان على السرير بدأت ان انا اجيب المية بتاعتي وهبدأ ان انا امسح كده الارض. واحط ايه شوية كده من كلوريكس الالوان شوية ملح شوية خل. وكمان عليهم شوية كده من المسحوق بتاعي. وهبدأ ان انا امسح تحت الكمود وكمان تحت الكرسي عشان أرجعهم كده مكانهم تاني. شايفاكي اللي لسه محطتيش اشيائي اللايك والاشتراك والتعليق عايزين كده ما ننساش دعواتنا لاصحاب الثانويه العامه يا رب ينجحوا كده ويجيبوا مجموع كويس جدا وربنا يفرحهم يا رب هنا التسريحه كنت فضيتها زي ما انتم شايفين كده وهبدا ان انا امسحها برده واخليها زي الفل اي لما تيجي تشتري فوط مطبخ او فوط بقى تستخدميها كده ل تمسح بيها اي اشياء هاتي الفوط اللي هي الناعمة اللي تشرب معاكي المية زي ما انتوا شايفين كده المساحة بتاعتي بصوا ايه بحركها على كل حاجة جابت التسريحة برضو من فوق وبغسلها بكل سهولة وده الجوندي بتاعي برضو بغسله اهو وبغسل برضو ايه اللي القطعة القماش بتاعة المساحة تمام وبتركب وبتتخلع بكل سهولة آه عايزه اقول لكم ان مش دي مش دي الايد بتاعتها الايد بتاعتها بتلاقيها ايه كل ما بتيجي تفرديها تلاقيها بتنزل تاني فهو جاي خلعها خالص ومريحه دماغه وحط ايد المقشه وبتكون اطول كمان بصوا شايفين في كل مكان بتجري كده بتجري <applause> احط كده رشه من من البخاخه وامسك بقى كل الاماكن الضيقه بتاعتي الاماكن اللي هي قدامي الطويله كل حاجه ولا اجيب سلم ولا اجيب اي حاجه ومن وقت للتاني إيه جايبه طبق وحاطه فيه شويه ميه وشويه كده من سائل المعين وابدا ان انا اغسل على طول كده الايه القطعه بتاعت المساحه بتاعتي استغفرك واتوب اليك استغفر رب العرش العظيم طول ما احنا بنشتغل الايام دي يا جماعه نستغفر كتير ونذكر الله الايام دي ايام مفترجه ادعوا كتير قوي ربنا يتقبل منكم دعاكم ان شاء الله وكل سنة وانتوا طيبين ما عادش حاجة على العيد قومي بقى انجزي, انجزي وشوفي اللي وراكي كله خلصيه ما تستنيش وما تعطليش نفسك وتستني قبل العيد بيومين ثلاثة وتقولي هبدأ صدقيني الحاجات دي بتروح من عليك طيب هتيجي هتقولي لي طب ما الحاجات دي هتتوسخ تاني بصي هتبقى حاجات بسيطة جدا وبعدين ايديك اول باول كده غير لما تيجي في وقتها وتلاقي نفسك ايه كل حاجة اتكومت على دماغك أما تخلصي بدري بدري أحسن ومش هتاخد في ايديكي أي حاجة بقى بعد كده تلاقي دايما ماسكة الجواندي في ايديكي كده وماشية في الشقة كلها كده ماسحة أي حاجة فيها تراب مش تاخد في ايديك أي حاجة برضو المساحة دي في ثواني كده على تمشيها على الحطام مش هتاخد أي حاجة يبقى الموضوع سهل معاكي جدا بالمكنسة وهتشدي يبقى التنظيف بتاعك اللي هو العادي خلصنا التسريحة ورصيناها برضو الكرسي ده كنت نفضته بالجواندي كده هبدا ان انا امشي كده على, على الكرسي بتاعي عشان يلمع معايا كده وينضف شوفوا شوفوا بغسل على طول طول ما انا قاعده بغسل واعمل واكب الميه واجيب ميه, مية تانية دي ميه بسيل مواعين بس يا يعني جماعه ما اي حاجه تانية خالص هتقولي لي طب انت كده بتغرقي معاك الخشب والخشب بتاعك بيبوظ عايزة اقولك ان انا هعصرها خالص يعني يعتبر بصوا اللي هي يعني ايه ما فيهاش اصلا حاجة عايزة اقولك بقى ان الاساس بتاعي كله لسه هلمعه كده تلميع للخشب هجيب ملمع كده للخشب قبل العيد بيومين وابدأ ان انا ايه المعه كله هيبقى سهل بقى معايا الموضوع يعني ودي الطبليه بتاعتنا بنحطها وقت الغدا وقت التحديات وقت اي حاجه فبرضو مسحتها كده واحطها هنا جنب الايه جنب الدولاب عايزه اقول لكم بقى السجاد كله انا غسلاه بس ايه لما نزلته حطيته في اوضه البنات بس لسه بقى هشيله وهبدا ان انا اجيبه هنا عشان هنضف معاكم غرفه البنات باذن الله هحطه بقى هنا جنب الدولاب هلفه كله وبرمه كده واحطه بس قلت لما انضف الاوضه الاول ابدخله وخلص هنا كنسنا الاوضه وهنبدا ان احنا بقى نفرش السرير نلاقيه بقى كده نظيفه ايوه ظبطي ظبطي كده يا ملوك ايوه كده بعد ما الواحد بيخلص شغل بيحس كده براحه نفسيه رهيبه بتحسي بقى ان الطاقه اتحولت من الطاقه السلبيه الاوضه من الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه وده معطر كده هحط منه شويه في الخلطه بتاعه المسح بيخلي ريحه الاوضه حلوه قوي 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 عايزه اقول لكم على المروحه كمان شغاله كان بيخلي ريحه المعطر ده فايحه في كل مكان عايزه اقول لك لو انتي بتطبخي كده بخخه فيها ميه ومعطر روحي عند المروحه دايما ورشي عندها هتلاقيها تعطر لك جميع انحاء الاوضه هتنتشر كده بسرعه وخلاص نضفنا كده الاوضه كلها هنستنى ان هي تنشف وابدا ان انا افرش السجاد بتاع الاوضه وبعد كده خلصت الاوضه بتاعتي معاكم نضافه زي ما انتم شايفين كده من فوق لتحت خليتها زي الفل قومي انت كمان تنشطي اتحداكي بعد الفيديو ده هتقولي للكسل وداعا ايها الكسل وهتقومي تخليه اوضتك زي الفل وانا بقى رشيتها كده بالمعطر ودي شكل الاوضه يا جماعه بعد ما خليتها زي الفل كل حاجه فيها نضفتها معاكم واستنوني في فيديو جديد مع